خطيرة من سوق البيع التحتية. قلنا إن هنعمل برنامج هنسميه سكن جميل، وهناخد من قاعدة البيانات دول نحللها، نطلع الناس اللي ما عندهاش مية، الناس اللي ما عندهاش صرف، الناس اللي ما عندهاش سقف، ونجيب الجمعيات الأهلية مع صندوق إعادة الأهليات. هنا مصدر التمويل 80% من صندوق إعادة الأهليات، ده طبعا 200 مليون جنيه، و20% من الجمعيات الأهلية، وبعض المبادرات زي مثلا شركة كارل هيلز عملوا مبادرة 250 مليون جنيه مع الجرمان الوليد بن طلال، عملوا مبادرة بعنوان سكرة مع مصر الخير. في أفراد على فكرة جم وقالوا أنا عايز أعمل صدقة جارية في القرية بتاعتنا، إن أنا أوصل مية أو أوصل صرف بدوني الناس اللي محتاجين. فتشكل عندنا لجنة، هذه اللجنة وعلى طول تعيينا مدير مشروع اسمه مهندس أحمد هاشم، عنده خبرة طويلة جدا في برامج الأشغال العامة، وعملنا وحدة صغيرة كده فيها ثلاث أنفار، ولجنة فيها مملوك رسلان رئيس الشركة الخاصة بالشؤون الوظائف الصحي، برامج المنشاوي نائب وزير الاستثمار المهندسة رنا المنشاوي،